حكم الأخذ بغلبة الظن، يعني يلبد أن غلب على ظنها أنها طهرت ثم اغتسلت وصامت وصلت ثم تبين لها نزول بعض شيء من الدم، فما حكم هذا الطهر أو هذا الغسل؟ هي قضية نعم، قضية غلبة الظن. نعم أخذ، هي هذا سؤالها الرئيس، أن غلبة الظن هل يأخذ بها الشرع؟ نعم يأخذ بها، لأن الوصول إلى اليقين في كل شيء أحيانا من المستحيل، ولذلك الشرع بنى أحكامه أشياء يقينية نعم، لكنه بنى أكثر أحكامه على غلبة الظن. فغلبة الظن يعني لها حكم اليقين، لأن غلبة الظن هي يعني قريبة جدا من اليقين. الذي لم يأخذ به الشرع هو الشك في كثير من المواطن والوهم من باب أولى، فالشارع أخذ نعم بغلبة الظن. طيب. وبالتالي سؤال الأخت هذه بارك الله فيها، نعم يعني أخذت بغلبة الظن لا شيء عليها، نعم لا يلزمها شيء آخر، هذا المطلوب. نعم. التي طلبه الشارع عملت به، فما ليس بالضرورة في كل شيء يجب أن نصل إلى اليقين، إذا قلنا بذلك تتعطل أكثر الأحكام، والله أعلم.